السلام عليكم. يا الربع استرع البسط. قلد ابو عبد العزيز عطنا صد عشان ترى ما في لنا اللي في البث ما في لنا اللي في البث. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني المتابعين والمشاهدين. حنا في قناة الواقع الكيان العظيم في قناة في برنامج مراجل. شوفوا الشباب ما في احد حول ولا قوة الا بالله، لكن انا اللي بشيل البث هلا والله. ونذكر ونعيد فش اسمه الجمعية الخيرية، وإن شاء الله يا الربع أحثكم على وأحثكم على الجمعية الخيرية، ما عاد نبي نقفل الحالات إن شاء الله. اللهم صل على محمد، هذا شيء بينك وبين الله إن شاء الله. تصدق بريال، بهللة، ب50 ريال، ب10 ريال، ب100 ريال، اللي تجود يمناك تصدقه، ما تقدر ارسل الرجال، ترى اللي بتصدق لك تراها في ميزان حسناتك، وإن شاء الله نقفل الحالات وتطفي غضب الرب وترد القدر إن شاء الله صدقه. وجانا كبير الشعراء الشاعر المحضرم الشاعر الذي يجف القلم في التعبير عنه، الشاعر محسن ابن محمد السبيعي. حياك الله استاذ محسن. الله يبقيك. يا مرحبا ومسهلا. يا مرحبا ومسهلا، عساك طيب. الله يعافيك. عطنا طال عمرك قصيده توعويه. قصيده توعويه؟ والله ما عندي قصيدة توعوية، لكن أقول أما نصيحة قصيدة ولا مراجل ولا اللي هي، أقول بيتهم تصدقوا وابذلوا الخير. أنت تقول الكلام ويصير قصيد. الله يسلمك. والحياة ذي فانية كلام، اعمل لآخرتك يا سلام. الدنيا ما هي برافعتك يا سلام، بكرة بتحط بين النصايب وفلح حد لحالك يا سلام. والله ما نافعك إلا عملك الصالح، ولا ولد يدعو لك ولا صدقة. كلام، وعسى الله يكتب لنا اللي فيها الخير احنا ويا المشاهدين. اللهم امين. صح الله لسانك واعتلى شانك. هذا الكلام، شوف الكلام السلس، الكلام قدم شيء لاخرتك. ومعنا الاستاذ والشاعر النسخه، الشاعر عبد الله عبد الرحمن. حياك الله استاذ عبد الله عبد الرحمن. الله يبقيك يا ريان يطول عمرك. شرفتني طال عمرك في قناه الواقع الكيان الذي يخصني انا طال عمرك، والحلقه التي تخصني. تفضل تكلم. غرد. ابشر، الشرف لي اولا، ثانيا كنا نتكلم عن الوقف. الوقف فرصه طيبه انك تستثمر فلوسك لاخرتك في هذا الوقف. يا سلام. في شخص عنده وسيله انه يتعالج ومعه فلوس، لكن بيشيل هم داخله، لكن اللي ما عنده فلوس وشايل هم المرض وشايل هم الفلوس فهذا يعاني. فأنا أنصح وأدعو المشاهد فإنه يتبرع بأي مبلغ، لو هللة هللة على هللة، لا تحقرن من المعروف شيئا، هللة على هللة على هللة لين ما يكمل المبلغ. فالله الله الربع، والله يكتب أجركم. اللهم بيض الله وجهك ريان. وجهك يا حبيبي تلكي. وجهك. طيب بسألكم، بسوي لكم شخصية ومن هو؟ أرحب يا أبو مناحي. أنا. لا لا، يقدم فقرة هو. يقدم فقرة؟ ولا جل. القلقاح. لا يجعل أبوك في الجنة. عرفت عرفت. يا الربع الفقرة ذي يقدمها هو. عزيز الزام. وانتم منهم يا انس، ما فيه مثلك في القناه، انت غير وفقرتك والله غير، انهم فقره تشد الانتباه، عندك انت يصير تحديد المصير، انهم 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 بالنقاط وكل واحد واخوياه، الفريق الاول يرد الاخير، والمراجل نجم عالي في سماه، الكثير اللي تمنوها الكثير هنهم هنهم.